بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكمان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. وتوقفنا لو تذكرون في المجلس الماضي عند قول ربنا عز وجل والفجر، وتكلمنا عن القسم. إذن ما هي علاقة هذا القسم بما نحن في خواطر 32؟ نعم، وجدنا أناسا في الحج أيها المباركون يحلفون بغير الله تبارك وتعالى، فمنهم من يقول وجاه النبي، ومنهم من يقول وراس أمي، واحد يقول وراس أبوي، والثاني يقول وسيدي عبد القادر، والرابع يقول وسيدي الحسن والحسين، والثالث يقول وسيدي عبد الرحام وأدقر الحديد وأب جنزير خصيم المدير، إلى غير ذلك. مختلف الدول، مختلف الناس، ذلك الموكب العظيم وفي ذلك الملتقى الكبير يؤم الناس ذلك البيت العتيق من كل مكان. قال ربنا تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالناس قدمت من كل مكان إلى هذا الحج، وتجدهم مشارب شتى. وإذا جئت للإنسان تقول له يا أخي لا يجوز أن تقسم إلا بالله تبارك وتعالى. صح عند عبد الرزاق الصنعاني وذكره الإمام البخاري وذكره ابن حجر في الفتح في كتاب الإيمان، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كل هذا يدل على ماذا يا إخوان؟ يدل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. توقع يا أخي الحبيب، توقع أن الله تبارك وتعالى يتجلى عز وجل في يوم عرفة، في ذلك اليوم الذي لا تجد فيه أكثر عبدا يعتق في ذلك اليوم مثل يوم عرفة، ويسأل الملائكة وبهم أعلم تبارك وتعالى من هؤلاء؟ عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، يرجون رحمتك يا رب، يخشون عذابك، يرجون الجنة، يخافون النار. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. هل تتوقع أخي المبارك هذه المباهاة تكون لإنسان لا يعرف ربه الرحمن تبارك وتعالى؟ إذن ينبغي يا إخواني أن نحقق ذلك. وأنا أحكي لكم قصة. كنت في إحدى السنوات، أظن سنة 22، وأنا في سطح الحرم المكي الشريف، وأنا جلست بجوار قبة من القباب، قباب تهوية الموجودة في الحرم المنتشرة على السطح. فجاء ثلاث نسوة وقالوا يا بني، وأنا كان معي زوجتي، فقالوا يا بني من مدفون تحت هذه القبة؟ قلت يا أمه لا أحد مدفون تحت هذه القبة، هذه بلاد التوحيد، بلاد الحرمين، لا قبابة فيها تعلى ولا أحد يسأل غير الله تبارك وتعالى. قالت لا، أنت تريد أنك تخبي عني، ما تبغاني أن أنا أخذ الأجر وأن أنا أسأل هذا صاحب هذه القبة وهذا الضريح، انظر لأين وصلنا. قلت لها يا أمه من أي البلاد أنت؟ قالت من بلاد كذا. قلت لها طيب زاك الله خير، أنت لما جيت وإيش سويتي؟ قالت رحت عند سيدي فلان وبيضنا عنده، يعني أعطناه الفلوس وتصدقنا عنده، وتصدقنا بعد إذنه حتى يسهل ويتقبل منا حجنا. هل يعقل هذا يا إخواني؟ هل يعقل هذا ونحن أيها المباركون متعبدون بأن نقسم بالله تبارك وتعالى؟ ومع ذلك ما المطلوب منا؟ مطلوب منا واحفظوا أيمانكم. الإنسان مطلوب منه ألا يجعل الله عز وجل عرضة ليمينه في كل يبيع بيمينه ويشتري بيمينه. ينبغي الإنسان أن يكون أعظم من ذلك في تعظيمه لله عز وجل. وربنا عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. إذا نحن مطلوب منا نحفظ أيماننا، نحفظ القسم. بل كنت في بعض الدول تجد فيها أهل النصرانية، أصحاب الملة النصرانية لا يقسمون أبدا، وأقسامهم باطلة وأقسامهم فاسقة، يقسم بالمسيح ويقسم بالعذراء ومع ذلك لا يقسم به أبدا. يقول لك صدقني، صدق أن لخبط راسك في الحيط، ما عنده غير كده. أما تجد المسلم يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، وبئس الرجل يبيع بيمينه ويشتري بيمينه. والفجر، لماذا قيل والفجر؟ نعم، لأنه الفجر أيها المباركون بعد شدة ظلمة الليل يبزغ ضوء الفجر. ولرب أمر معسر لك في عواقبه الرضا، ولربما اتسع المضيق ولربما ضاق الفضا. ولذلك اللهم إن صح منك الود فالكل هين فكل ما على التراب تراب. ولذلك أخي المبارك ينبغي أن تعلم مهما كثرت الذنوب
ومهما علت الآثام ومهما اشتد حالك الليل البهيم لابد أن يبزغ ضوء الفجر، وضوء الفجر يكون في عمرة ويكون في حج ويكون في صلاة ويكون في تمريغ الجباه بين يدي الله ربنا تبارك وتعالى الواحد الديان. فلذلك ينبغي للمسلم أن يتنبه لذلك وأن يعظم أمر الفجر. قال نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فمن يطلبه يكبه على وجهه في جهنم. قال عليه الصلاة والسلام كما عند أهل السنن وعند أحمد: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهي صلاة مشهودة. هذا ما تيسر في هذا اللقاء المبارك، أسأل الله تبارك وتعالى يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى من سمع ومن نقل ومن تلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.